وجه وزير الصحة خالد أيت طالب مذكرة إلى جميع مدراء المراكز الاستشفائية التي تستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد من أجل تعميم البروتوكول العلاجي المعتمد على الكلوروكين على كافة المصابين. وأشار الوزير إلى ضرورة توقيف الكلوروكين عند الوصول إلى نتيجة سلبية للفيروس لدى المرضى المعنيين. ويأتي القرار بعد أيام من اعتماد وزارة الصحة الدواء لعلاج الوباء بناء على آراء لجنة علمية مغربية وجهت باستعماله. التفاصيل في التقرير لهند صادقي. قرر المغرب تعميم استعمال عقار الكلوروكين في علاج كافة المصابين بفيروس كوفيد-19، ووجه وزير الصحة خالد أيت طالب مراسلة إلى المسؤولين الجهويين في وزارة الصحة ومدراء المؤسسات الاستشفائية الجامعية من أجل تعميم البروتوكول العلاجي المعتمد على عقار الكلوروكين على جميع الحالات المصابة. الوزير دعا من جهة أخرى إلى إيقاف الكلوروكين مباشرة عند الوصول إلى نتيجة سلبية لدى المرضى المعنيين، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لهم في اليوم التاسع من تلقيهم لعلاج الكلوروكين. يأتي القرار الوزاري بتعميم العلاج بالعقار بعد اعتماد استعماله من طرف الوزارة بناء على اتفاق مع اللجنة العلمية والتقنية للبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة الإنفلونزا على ضوء النتائج الإيجابية للعقار في علاج وباء كورونا المستجد. وفق دراسات وطنية وأجنبية، وارتأت الوزارة المعنية استعماله لتحقيق النجاعة في علاج المغاربة المصابين بالوباء، مؤكدة توفر المغرب على مخزون كاف من دواء الكلوروكين المصنع محليا والمستورد وتم توزيعه على المراكز الاستشفائية، مع تعهدها بتوفير الدواء مجانا لمن يستعملونه من أجل أمراض أخرى ويمكنهم الحصول عليه من الصيدليات الجهوية والإقليمية بعد الإدلاء بالملف الطبي.